اليوم نائب الرئيس مايك بنس وكمالا هاريس نائبة المرشح جو بايدن المرشح الديمقراطي التقوا بالمناظرة الأولى والأخيرة. بنس قبل ما يكون نائب الرئيس كان حاكم ولاية إنديانا وهمنا كان عضو مجلس النواب صور فد 10 سنين أو أكثر. هو كلش متدين وأقدر أقول يعني برأيي أنا أشوفه متطرف دينيا. وكمالا هاريس سيناتورة وقبلها كانت المدعي العام كاليفورنيا وهي يعني أول امرأة تصير بهذا المنصب منصب مدعي العام كاليفورنيا. ورغم أنه هي الليبرالية شوية بس سياساتها يعني فرض القانون يعني مو متساهل أبدا. هذا مختصر عن دول الاثنين والباقي تقدر أو تقدرين تدورون عليها على الانترنت. مثل ما قايل أنا قبل أنه هاي المناظرات نقول ما حد هواي يركز بيها على المواضيع، يعني مواضيع تعرفوها بقد ما يركزون على طريقة التقديم. بالنسبة لنائب الرئيس شلون يقدمون نفسهم كشخصيات ممكن يوم من الأيام يصيرون رؤساء، خاصة بسبب يعني عمر الرئيس وعمر المرشح الديمقراطي المنافس يعني كبار بالعمر. هاي المناظرات يعني تطلع منها لحظات المفروض نتذكرها. وهنا بهالمناظرة اللحظات هاي كانت اللقطات كانت قليلة، ويمكن لقطة واحدة راح تطلع من عندها وحشوف لكم اياها بنهاية الفيديو. بصراحة رغم انه اكو شغلات ما تعجبني بكمالة، كمالا هاريس نائبة جو بايدن، بس توقعت يعني تمسح القاعة بمايك بنس لان هو يعني مو متعلم مثلها، وهي خبرتها كمدعي عام الكاليفورنيا طبعا يخدمها هواية. بس باللقاء شفتها ما تحدث هواية، يمكن لانه طريقة مايك بنس الهادئة الخبيثة خلاها تكون ايضا هادئة جرها. مايك بنس كان يعني هادئ ويتكلم مثل ما ادري اذا شايفين شخصية هانيبال لكتر فيلم سايلنس اوف ذا لامبس. هو مجرم سايكوباث يسموه، يقتل الناس للونسة، بس اسلوبه هادئ ويحشي بذكاء خليك يعني انت همين تكون هادئ ويجرك لطريقته. فبنس كان يقول شغلات مثل شكرا والسيدة السيناتورة وسيناتورة هاريس، كلش مؤدب بس يهاجم بخبث. يعطيكم مثال، يعني كأنه أنا مثلا جيت قعدت وياك وقلت لك يعني اسمع يا عيني يعني لا تزعل مني من أقول لك هذا الكلام، حبيبي أنت عيني أنت، بس ترى أنت كلش غبي وهذا عادي، يعني لا تضج من هذا لأنه هذا تأثير المجتمع ويعني هواية ناس أكو يمرون بهذا مثلك، لا تضج، يعني أنت ما راح تتهجم علي لأنه شفتني دا أحكي بهدوء وبينت لك أكو ناس همينة مثلك، يعني مو بس أنت هيش. فبالنهاية تاهت عليك، بس أني قلت عليك أنت غبي ومرت مرور الكرام. فإذا كمالا هاريس تهاجم أمام هذا الهدوء تصير هي المتهجمة تبين، يعني هذا الانطباع اللي راح تتركه. فهي كانت يعني كل تسوي انه تضحك وتهز براسها وما تجاوبه كأنه دا تقول له يا باه ايش قد تكذب، بس غير اني ما اريد انجر للعبة مالتك. من المواضيع اللي حكوا بيها كان يعني واحدة المواضيع المهمة هي الموضوع التأمين الصحي أوباما كير. ترامب معروف أنه يكره هذا النظام اللي سواه أوباما اللي يمنح التأمين الصحي للأمريكيين، يعني يسهل للأمريكيين، خلى أكثر من 20 أو 25 مليون أمريكي عنده إمكانية أنه يكون عنده تأمين صحي، لأن بأمريكا الطب يعني مو بلاش وكلش كلش غالي. بس لأنه اسمه أوباما كير ترامب تخبل من عنده، يريد يشيله يلغيه. إذا لغاه أي واحد عنده مرض سابق أو
يعني يكون تحت عمر 26 اللي هم تأمينهم حاليا على أهاليهم يفقدون التأمين الصحي. وبنس يقول لا، برنامجنا اللي نريد نمرره بكل هاي الأشياء. هناك كمالا هاريس يعني ما ناقشت هواي بالموضوع، أنا استغربت لأنه هم الجمهوريين ما عندهم برنامج، وترامب صار له 5 سنين مو 4 5 سنين يقول أنا عندي برنامج هسه النشرة بعد أسبوعين، صار له 5 سنين ماكو إيش، ما حد عنده فكرة يعني شنو ده يتكلم عن شنو، يريد يلغي أوباما كير بس ما عنده بديل. فكان لازم تقول له خلص يابا شوفني برنامجك، أتحداك صار لك 4 سنين 5 سنين تحشون بيها، أتحداك باكر تشوفنا برنامجك الصحي، يلا نشره باكر، لأن هو ما عدم أي شيء. فما أتصور جاوبت زين. أيضا موضوع مرور الكرام، بموضوع السياسة الخارجية بنس قال أنه بايدن كان يعني واقف ويا الشيوعية الصينية فترة حكم أوباما. The president's trade war with China. You lost that trade war. You lost it. Lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader for communist China through over the last several decades. كمالا راحت تحجت على روسيا. يا روسيا احنا شبعنا من روسيا، وين ده تحجين انت؟ انا برأيي ما دي يحشون على هذا الموضوع على الشيوعية دي يحجي، انا برأيي كان لازم تقول له انت رئيسك ترامب بنفسه قال انا وقعت بحب الدكتاتور كيم جونغ اون الكوري الشمالي، هو ترامب قال هذا الشيء، اللي هو مجرم ويهدد العالم وعنده جرائم قتل جماعية، وحتى فترة ترامب صنع أسلحة نووية أكثر. كان لازم تقول له أن باب وودورد والتسجيل مالته برئيسك يقول أنا أحب الدكتاتورين بلسانه، قالها هاي الأشياء ليش ما قالتها؟ كمالا واجهت البنس قالت له رئيسك يستهين بالجيش الأمريكي ويسميهم فاشلين وحمقى. هو جاب موضوع قتل قاسم سليماني بالعراق كدليل أنه ترامب قوي عسكريا. So after the strike on Soleimani, there was a counter strike on our troops in Iraq. And they suffered serious brain injuries. And do you know what Donald Trump dismissed them as? Headaches. And this is about a pattern of Donald Trump's, where he has referred to our men who are serving in our military as suckers and losers. Donald Trump, who went to Arlington Cemetery and stood above the graves of our fallen heroes and said, what's in it for them? Because of course, you know, he only thinks about what's in it for him. هي جاوبت زين، إذا هيك قوي ويحب الجيش ليش من إيران ضربوا صواريخ على القاعدة الأمريكية بالعراق وصارت إصابات بالجنود يعني بدماغهم؟ ترامب قال هاي مو إصابات، هاي بس عندهم راسهم درجعهم صداع. موضوع الوباء سألوه ليش نشرت المرض بالحفلة هاي، ليش ما تحمي الشعب الأمريكي؟ قال أنا يريد الأمريكيين يقررون بنفسهم، يعني بما معنى هم يريدون يلبسون كمامة ما يخالف خلي يلبسون، أما ما يريدون خلي ما يلبسون، أو يعني ما يهم إذا يسوون تجمعات أو لا. يا قالت أنتوا كنتوا تعرفون الحقيقة وما نشرتوها من أول أيام الوباء، أنتوا تعرفون الحقيقة وسببتوا موت يعني هواي أمريكيين فوق 200,000. President Donald Trump has put the health of America first. Whatever the vice president is claiming the administration has done, clearly it hasn't worked. President Trump and I trust the American people to make choices in the best interest of their health. We're about freedom and respecting the freedom of the American people. This administration stood on information that if you had as a parent, if you had as a worker, knowing you didn't have enough money saved up, and now you're standing in a food line because of the ineptitude of an administration that was unwilling to speak the truth to the American people. من سألوها إذا طلع لقاح
تاخذه او لا. قالت اذا الخبراء يقولون يعني هذا اللقاح زين اخذه، بس اذا ترامب قال لا والله ما اخذه. If the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it. Absolutely. But if Donald Trump tells us that we should take it, I'm not taking it. بعدين يعني حكوا على موضوع الضرائب مال ترامب. قالت له ترامب دفع 750 دولار بس ضرائب، وعنده 400 اكثر من 400 مليون دولار ديون. No, Donald Trump owes and is in debt for $400 million. And just so everyone is clear, when we say in debt, it means you owe money to somebody. And the president said those public reports are not accurate, and the president's also released literally stacks of financial disclosures. فقاعد احنا نريد نعرف من اللي طلب هاي الفلوس، لان مثلا احتمال اذا روسيا طلب هاي الفلوس يصير خطر، لانه يسيطر عليه، لانه هو ابد ما يتهجم على روسيا وعلى على بوتين. بس بنس قال لا، هاي مصادر غير مضبوطه، والرئيس قال هاي كلها كذب. طبعا هم حشوا 10 مواضيع تقريبا، وهاي بس امثله. اذا تريدني اقول لك برايي اني منو فاز بالمناظره، راح اختار مايك بنس، لان كمالا هاريس رغم انه بالنهايه صارت احسن، بس كانت ما تجاوب بقوة وما تقاطع، رغم أنه كم مرة لما قاطعها قالت لداحجي لا تقاطعني. No, but Susan, this is important. Susan, I want to add, but if, Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. You can have 15 more seconds. بس أحس أنه كلامها يعني كلايش جاهزة، وكان من مرات هو يتجاهل الجواب عن السؤال، يعني سألوا سؤال هو يحكي بغير موضوع. ما تحدثت، ما قالت له ليش ما تجاوب على السؤال، يعني اتصور فقدت هواية فرص بانه تجاوبه، وانا اشوفها خسرت. بس خسارتها احتمال يعني يكون متعمد، مو متعمد بس يمكن تكون اقل تهجما، لانه الخسارة مو مهمة بهاي المناظرة، لان هاي المناظرة يعني مناظرة واحدة، هي مناظرة واحدة لسبب واحد، انه شنو، مو مهمة. ما حد يهتم النائب الرئيس ومناظراته، لذلك أتصور كمالا كان عندها أوامر جدا واضحة، تعليمات واضحة، لا تجادلين هواية ولا تخلين لقطات غلط تطلع من المناظرة. ما يهمنا إذا تخسرين، قولي الكم كليشة اللي عندك حافظتها وطلعي، لأنه يعني كمالا مشهورة باللقطات التلفزيونية القوية اللي انتشرت بالمناظرات مالتها ويا جو بايدن، تصريحاتها مجلس الشيوخ، يعني بسهولة تقدر تحضر لها كم شغلة للمناظرة هاي. ما سويت هيك لأن بايدن متقدم كل الاستطلاعات، ما يريدوها تسوي ضرر للحملة الانتخابية إذا دخلت يعني مشاهدة كلامية وغلطت أو صار فشي. بالإنجليزي يسموه don't rock the boat، يعني إذا أنت يعني أنت بقارب ويا أحد وهو ماشي صحيح وحيوصل للشاطئ، على كيف بده يوصل للشاطئ، لا تقوم وتقمص بنص القارب حتى لو شغلة كلش مضوجتك، اقعد عاقل حتى توصل على كيفك. مثل ما قلت هواي مواضيع تكلموا بيها وبعد يومين كلها ننساها. بس راح انهي هذا الفيديو بلقطة ما راح ننساها وراح تنعاد هواي على الانترنت. It's a great insult to the men and women who serve in law enforcement, and I want everyone to know who puts on the uniform of law enforcement every day that President Trump and I stand with you.